وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مبارك العاتي. بداية تحية لك، وكيف تابعت انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ؟ تحياتي لك أستاذ كمال ومشاهدك الكرام ولهذه القناة الجديدة المتواتبة. كلنا تابعنا حقيقة مجريات القمم التي انعقدت في ضيافة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض شرم الشيخ، أرض اللقاءات الحضارية. بكل تأكيد اليوم أن قمة الشرق الأوسط التي انعقدت برئاسة مشتركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أكدت على التعاون المشترك السعودي المصري الذي بدأ واضحا من خلال هذه القمة التي أثبت جدوى التعاون السعودي المصري حيال كل الملفات التي تهم المنطقة بما فيها ملف التغير البيئي والتغير المناخي، والذي بدأ أن السعودية ومصر يقومان بدور محوري مهم جدا خصوصا في هذا الوقت تحديدا الذي يشهد فيه المجتمع الدولي تغيرات جذرية ليست سياسية أو اقتصادية فقط، بل حتى في مجال التغير البيئي الذي تتصدى المملكة العربية السعودية من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء لدورها المحوري والمهم من خلال تنسيق الأعمال المشتركة بين دول الشرق الأوسط التي انعقدت قمتها الأولى على أرض الرياض، ومن ثم تنعقد هذه القمة الثانية في ضيافة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة الكبرى، لتقدم المملكة ومصر نموذجا من نماذج التكامل والتعاون السياسي والبيئي أيضا لإنجاح كل تجمع دولي. بكل تأكيد أننا على اعتاب مرحلة جديدة تقود فيه الدول العربية قاطرة العمل الدولي تجاه الإصلاح البيئي وتجاه التغير المناخي وتجاه تفعيل المبادرات الدولية التي بدأتها المملكة العربية السعودية وعضدتها جمهورية مصر العربية، ونرى اليوم أنها في جولتها في نسختها الثانية تحقق كثير من أهدافها من خلال المبادرات التي بدأت السعودية تحديدا تنفذها على أرض المملكة العربية السعودية وعلى أرض كثير من الدول العربية الشقيقة، والتي كان من أهمها أن المملكة العربية السعودية أعلنت أنها ستستزرع ما لا يقل عن 450 مليون شجرة في المملكة، فقط ناهيك عن 9 مليارات شجرة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يثبت بالفعل جدية المملكة العربية السعودية في هذه المبادرة. هذه المبادرة الطموحة، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ما الذي يمكن أن تقدمه في مجال التغيرات المناخية؟ بكل تأكيد أنها ستقدم الكثير، خصوصا أنها تأخذ على عاتقها مصلحة الإنسان ومصلحة أيضا المكانة والجغرافيا، خصوصا أن منطقتنا العربية عانت كثيرا من التجريف البيئي، عانت كثيرا أيضا من الحروب التي طالت كثير من دولها والتي لا تزال تداعياتها وآثارها التدميرية واضحة وظاهرة للآن في كثير من الدول العربية. وبكل تأكيد مسألة المياه وقضية الأمن المائي التي تعاني من كثير كل الدول العربية، وتحديدا ملف سد النهضة الذي يمثل تحدي كبير في مجال الأمن المائي القومي العربي والتي تتصدى له جمهورية مصر العربية بكل قدرة ونجاح. ثم أيضا أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في اعتقادي أنها تتجاوز مسألة الاستزراع إلى ما هو أعمق من خلال تغيير الثقافة البشرية وتغيير الفكر لدى دول وشعوب الشرق الأوسط، في سبيل أن يتحول الإنسان في الشرق الأوسط إلى شريك حقيقي في تحمل أعباء التغير البيئي وأخطاره. النقطة الأخرى أيضا وخصوصا مهمة في رأيي، بما أن المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المنتجة للنفط ومن أكبر الدول المصدرة للنفط، رأت أن على عاتقها أيضا أن تكون من أكبر الدول المعالجة لآثار تبعات الوقود الأحفوري الذي تتهدده الضرائب الأوروبية والضرائب الغربية، عندما نرى أن السعودية تبادر لإطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
ومن ثم تتحول إلى شريك دولي مهم جدا، بل من أكبر شركاء في سبيل تحمل أعباء صحة الكوكب الأرض، ومن ثم أيضا الإسهام في الإصحاح البيئي والتصدي للأقطار الانجراف الغابات في كثير من الدول التي رأيناها مؤخرا في أوروبا من خلال إما الجفاف وإما الفيضانات المتناقلة حقيقة ما بين الجفاف والتناقض في الدول الأوروبية، ناهيك عن ما تتعرض له القارة الأفريقية حقيقة من تجريف متعمد من بعض الدول، ومن ثم أيضا سوء سلوك أيضا لدى بعض الشعوب. بكل تأكيد أن الاستثمار في العقل البشري هو السبيل الأوحد حقيقة لتغيير أنماط السلوك البشري في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم أيضا نبدأ مرحلة جديدة من مرحلة التشارك الدولي ما بيننا في الشرق الأوسط، ومن ثم التشارك الدولي في المجتمع الدولي ككل في سبيل تحقيق الإصحاح البيئي.